اهتمام بالاستثمار في السوق المصري في تنامي مذهل في الفترة اللي فاتت. والموضوع مش حصري فقط على منطقة الخليج، الموضوع على مستوى عالمي. شايفين ان حواراتنا مع زملائنا وشركائنا في حوالين العالم ان في اهتمام عام بمصر. شايفين الناس شايفة الاستقرار، شايفة معدلات النمو الممكنة، وفي اهتمام وفي تساؤل في ازدياد من الخليج ومن بره الخليج بالنسبة للفرص استثمارية وشراكة تجارية مع مصر. واحنا بنستخدم تواجدنا في البلاد دي وفي مصر بان احنا نسهل التبادل التجاري والاستثمار في مصر من البلاد دي.